في خبر آخر، كشفت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز التزامها بتعهداتها بضمان النوعية والاستمرارية في توزيع الطاقة وتعليق عمليات رصد العدادات وتوزيع الفواتير للحد من تحركات أعوانها وحفاظا على سلامة الجميع طيلة مدة الحجر. وأدعت سون الغاز في بيان لها زبائنها للاطلاع على فواتيرهم بزيارة الموقع الخاص بالشركة الذي يمكن من خلاله تسديد الفواتير إلكترونيا. كما يمكن لزبائن التعرف على المبلغ الإجمالي لديون عبر مركز الاتصال الوطني على الرقم 33 03.